بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم في مطابخكم. اليوم ان شاء الله غادي نصايبو خبيزات ديال الدار بدقيق القمح، كيجو رائعين وصحيين. لهاد الخبيزات غادي نحتاجو، انا درت جوج زلايف ديال الدقيق الفورز وزلافه مع مرش ديال الدقيق القمح كيف ما كتلاحظوا، والقليل من الملح. وغادي نضيف ليهم خميره حبيبات، انا عندي هذه صغيره، انا غادي ندير جوج معالق، يعني معلقه صغيره ديال الخميره ديال حبيبات. انا كنستعمل هذه الجافه وعلى حسب الجو، الا كان الجو دابا بحال الجو باقي مازال سخون راه كندير هذه المعلقه صغيره، مي كيبرد شويه كندير معلقه كبيره. وغادي ندير معلقه ديال الزيت كبيره، هاد المعلقه ديال الزيت كتخلي الخبز كيجي رطب وكيجي خفيف. من الاحسن نديرو الزيت البلديه معلقه، ولا ما كانتش متوفره نديرو الزيت عادي. ودابا غادي ندير الماء دافي باش نجمع هاد العجين، غادي ندلكها مزيان. انا غادي نستعمل العجانه، اللي ما عندهاش العجانه دلكها مزيان هاد العجينه. هيا بعد ما خليت العجينه، بعد ما عجنتها وخليتها ارتاحت، غطيتها بواحد المنديل كيف ما كتلاحظوا، هي ضاعف الحجم ديالها. كنجيب واحد طبصيل كندير فيه الماء، او اناء كنجيب فيه الماء كندير فيه الماء. انا غادي ندير لي هاد الزريعه ديال نوار الشمس كيف ما كتلاحظوا، هي كتكون منقيه، راه كتبعد اللي كيبيعوا مستلزمات ديال الحلويات. وغادي ندير الشوفان باش يجي هاد الخبز صحي، ونعطيو لوليداتنا يفطروا بيه، نديرو بيه كاسكروط. دابا غادي نبداو على بركه الله، غادي نجيب شويه ديال القمح، غادي ندير شويه ديال القمح، غادي نجيب هاد العجين ديالي، غادي نخرج من هاد الهواء اللي فيها. انا راه كيف ما كتلاحظوا ما درتش كونتيتي كثيره، انا كل نهار كنعجن. اللي بغيتو تحتفظوا بيه في المجمد ممكن تحتفظوا بيه، ما كيوقع ليه والو، نطيبوه ونديروه في المجمد، من بغيه نحتاجو نجبدو. انا غادي نديرهم خبيزات صغار كيف ما ممكن نتوما تكبروهم الا بغيتو. انا هادو غادي ندير ربع الخبيزات، كنلولهم بهاد الطريقه راه كتجي ساهله، العجينه راه كتكون مرخوفه. السيدات المغربيات راه كيعرفوا يعجنوا العجينه الخبز المغربي، صح ما كيكون صحي احسن من ديال اللي كنشرو من الزنقه، واخا نشرو نيت بهاد بالنخاله وماشي بحال اللي عجناه في الدار، عارفين اشنو دايرين فيه. كاين اللي كيدير فيه معلقه ديال السكر، انا كنفضل بلاش، كنخلي غير هكا. هما بعد ما درتهم بهذا القياس، انا غادي نجيب داك، ممكن نخليهم يرتاحوا واحد 5 دقائق عاد نقرصوهم. انا غادي نجيب هاد الطبصيل ديالي كيف ما كتلاحظوا لي فيه الماء، وكنديرها وكنجيب هاد الزريعه اللي كتلاحظوا، ندير شي طبصيل ولا، وكنجيب هاد الشوفان كنخلط هاد الكل. هاد الماء هو اللي كيخلي يلصق ليا هاد الزرارع. غادي نديرهم من هاد العجين كامل، عاد غادي نرجع نقرص هاد، ممكن نديرو بافو، انا ما درتش الماء سمحوا لي،
ضروري من الماء هو اللي كيخلي هاد الشوفان وهاد الزريعات تلصق لينا. صافي من بعد غادي نجيب لاطا ديالي، غادي نرشها بهاد دقيق القمح ونقرصهم. جبت لاطا دهنتها بداك القمح، غادي نرش شويه ديال دقيق القمح، وغادي نجيب داك اللي درت الاولى وغادي نقرصها عادي. نصحكم ديروا هاد الخبيزات، راه كيجيو صحيين وغادي يعجبوا وليداتكم. صافي غادي نكمل هادو كاملين في التكراس وغادي نديرهم في اللاطا، وانا كنحاول نرققهم ما كنبغيوش يكونوا غلاط بزاف. صافي غادي نخليهم حتى كيخمروا. انا ديجا راه دابا شعلت الفرن باش يكون سخون، حيت كيبغوا الفرن يكون سخون. غادي نقرصهم ونديرهم في اللاطا، ومن بعد نخليهم يخمروا، من بعد نتلاقاو ان شاء الله باش ندوزو نطيبو. هاهما حطيتهم ستفتهم في اللاطا، نغطيهم بشي منديل يكون نقي ونخليهم حتى يخمروا، ومن بعد نتلاقاو ان شاء الله باش نشوفهم ملي يخمروا ندخلهم يطيبوا في الفرن. في الفرن هاي بعد ما ضاعت الحجم ديالها خمرات كما كتلاحظوا. انا كنجيب شي بحال هذه كنخليها غير رازبار او موس يكون ماضي، وكنحاول نضرب بهذه الطريقه. صافي غادي ندخلها للفرن طيب، من طيب ان شاء الله تشوفهم كيف كيكونوا واجدين. ها هما الخبيزات ديالي بعد ما وجدوا طابوا تحمروا كيف ما كتلاحظوا، راه كيجيو رائعين وكيجيو خفاف من الداخل. انا غادي نقطرها، يلاه خرجتهم باقيين سخانين، نتمنى تجربوهم وصحيين. الكوتي ولا الفطور كاسكروت، نتمنى تجربوهم وبالصحه والراحه. للمزيد من الوصفات ان شاء الله نلقاو على قناتكم مطابخكم، ونتمنى تشجعوني وتبارطاجيو الفيديوهات ديالي، وشكرا.